حميد عنوان تغير، أجل مقعد محورة، أي فقعد هذا مش لي للناس، يعني خلوني بي أطفال إلى مدرسي وقاعد بهيمة وكش بعد محتاج أطراف يعني أقوم أتحرك أمشي يعني هذا تفضل خيرين عائلتك ايش قيل؟ عائلتي 11 عمرهم 11 يعني من 21 اللي جو وكلها بنات كلها بنات ونتطلب مثلا عيشة راتب ما حد أطراف محتاجين اللي الخيرين يعني هو قال والله بعوز ما تطلع ايه شو محتاج بعد هذا ما احمد ايوه هاي انا ما اطلب والله بس يكون مثلا ابوما والله انا بالليل ما انا اسدد الالم مش هدرع عليك بالليل من الالم ما انا يعني هسه اي واحد يخابرني بالثنتين بالثلاثه يلقاني قاعد والله العظيم وخاف مثلا يديك علي تليفون شو بني قاعد هناك من الالم ما هذا ليش شنك تشديد حزير عليك ايه نطلب من الخيرين واليابا ايوه احنا مباراة شاكر التكافل الاجتماعي زرناك بهذا البيت اليوم واحنا ان شاء الله راح نعرض الحاله مالتك امام اخوتنا واخواتنا اللي راح يشوفون حالتك ويشوفون حاله الاسره راح نصور البيت هني ونشوف حاجتكم الثانيه اللي نقدر عليها احنا ما نقصر فيه اخوانك اللي هنا الموجودين اللي كانوا يتابعوك ايضا لهم دور بهذا وجزاهم الله الف خير.